لو تسمحون شير سكرين. أتصور الشاشة واضحة هسه يمكم. واضحة نعم، واضحة، حاليا البرزنتيشن موجود كالآن. كلش زين كلش زين. شكرا جزيلا مرة الأخ. طبعا موضوعنا اليوم موضوع مهم بالنسبة لريادي ورياديات الأعمال، وهو موضوع استراتيجية التسويق الرقمي. طبعا هاي الموضوع إحدى أساسيات التسويق والتواصل مع الزبائن بشكل عام. فموضوعنا اليوم راح يتكون من عدة مواضيع أخرى. الموضوع الأول أني إن شاء الله راح أسلط الضوء على تقريبا الأسباب الأساسية التي تجعلنا نصنع، يعني نضع عملنا التجاري أو شركتنا على الإنترنت أو أونلاين. والمواضيع الأخرى اللي راح أشرحها راح تكون موضوع العناصر الأساسية لتأسيس استراتيجية تسويق إلكتروني فعال، اللي من ضمنها صنع أو تأسيس عفوا تأسيس موقع إلكتروني فعال، وثانيا تأسيس مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تسجيل الدومين نيم، اسم الدومين، على مواقع أو شركات تسجيل أو شركات استضافة المواقع الإلكترونية، احنا نسميها ويب سايت هوستينج. وموضوع الآخر اللي نشرحها راح تكون موضوع الويب أناليتكس، يعني مواضيع التحليلات، الموضوع اللي متعلق بتحليلات الويب سايت، الموقع الإلكتروني. وهم أنا موضوع آخر مهم، وهو موضوع الـ SEO، Search Engine Optimization، معناته تحسين محركات البحث. وأيضا أسلط الضوء على مسألة إيجابيات وسلبيات استخدام بعض من منصات التواصل الاجتماعي، اللي هي عنصر مهم في مسألة استراتيجية التسويق الرقمي. فأني أبتدي بسؤال بسيط، وهو التواجد الرقمي ليش مهم بالنسبة للشركات الناشئة وللأعمال الخاصة وللنشاطات التجارية بشكل عام؟ طبعاً إحنا نعرف بأنه معظم الناس هنا هسا بالعراق وبالعالم يعني مغمورين بالتكنولوجيا، كل واحد يستخدم التكنولوجيا. أنا ما أعرف شخصياً أي واحد إذا ما عنده تليفون، يعني معظم أصدقائي اللي أعرفهم عندهم تليفون هاتف ذكي، ومعظمهم هم أنا عندهم لابتوبات وإنترنت موجود. فهذا يعني أكو إحصائية هم أنا تقول لنا بأنه مستخدمي الهواتف الذكية كمثال يكتشفون دائماً شركة جديدة أو منتج جديد أثناء البحث على هواتفهم. إذا كشركة خاصة أو كشركة ناشئة، إذا لم تتم استغلال العالم الرقمي من قبلك، فأنت خسرت الأموال، الكثير من الأموال صراحة، لأنه العالم الرقمي الديجيتال وورلد، يعني احنا بالإنجليزي ديجيتال ماركتينج وذا ديجيتال وورلد، اكو خبراء يقولون هسه بانه العالم الواقعي عالم مزيف هسه، العالم الحقيقي هسه على الانترنت، يعني ريل وورلد از اونلاين، العالم الحقيقي راح تكون على الانترنت اكثر، وراء
ممكن 50 سنة احنا كل شيء راح يكون، يعني حتى تواصلنا، حتى الشراء والبيع تقريبا هسه ببلدان مثل امريكا واوروبا كل شيء ما تستخدم كاش حتى. يعني لما تروح لبلدان مثل امريكا ما تدفع حتى للتاكسي بالكاش، يعني تستخدم الاوبر او عندهم خدمة النقل اللي هم يسمونه اوبر، واحنا عندنا الكريم، خدمة كريم هسه هنا. حتى لما تاخذ تاكسي ما تستخدم الكاش، فكل شيء راح يكون اونلاين. ف بهاي الحالة يعني خاصة بالبلدان اللي عندهم البنية التحتية الكاملة لاستخدام العالم الرقمي، خلينا نقول طبعا العملاء والزبائن والناس يعتمدون على المعلومات المتاحة على الإنترنت حتى يقومون باختيار العلامة التجارية أو الشركة أو المنتوج اللي هم يريدون شرائه. فبوجود إحصائيات وحقائق مثل هذا، إحالة يعني مشروعك أو إحالة عملك أو شركتك على الإنترنت راح تكون خطوة منطقية وخطوة مهمة جدا لتوسيع نطاق عملك، لتوسيع ورفع نسبة مبيعاتك، وهمنا رفع بالوعي بالعلامة التجارية مالتك. فهاي تقريبا كجواب عام. فهسه خلينا نشوف الأسباب اللي الأساسية اللي تجعلنا نضع عملنا التجاري أونلاين ونصنع حضورا رقميا. طبعا العالم الرقمي يسهل التفاعل مع الزبائن. شلون؟ يعني مثلا أنا كصاحب شركة إذا أؤسس أو أقوم بتأسيس شركات التواصل الاجتماعي، عفوا قنوات التواصل الاجتماعي، راح يكون إلي التعامل المباشر مع العملاء. مثلا اكو احصائيه، همينة احصائيه اخرى تقول بانه بفتره اول 5 ساعات باليوم نسبه المشاركه تصل الى 75% على الانترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي. فهذا طبعا فرصة كبيرة لأي شركة اللي لها وجود وحضور رقمي للتفاعل مع العملاء. وإحدى المزايا الرئيسية للاتصال على الإنترنت هو إمكانية الحصول على الاتجاهات الزبائن، وبإمكانك الحصول على نبض آرائهم، يعني ببساطة شنو اللي هم يريدونه. بعض الأحيان ممكن هم بحاجة بتخفيض أو عرض خاص من شركة أو من مشروع أو من محل أو من متجر. فأنت وراء هذا تقدر تأسس أو تصمم العرض الخاص لهم أو خصم خاص لهم، وبهاي الطريقة انت تخلق اللي احنا نسميه بالانجليزي customer loyalty، يعني ولاء الزبائن. فبهاي الحاله لانه توفر لك التفاعل المباشر مع الزبائن، بهاي الحاله انت ما تحتاج بشراء البيانات والتحاليل والتقارير من اطراف اخرى حول سلوك الزبائن واتجاهاتهم ورغباتهم. النقطة الأخرى اللي أحد الأسباب الأساسية اللي تجعلنا نستخدم التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج هي التسويق الرقمي. إحنا نقدر نستخدمه كتسويق مباشر، يعني لسنا بحاجة إلى وسطاء أو موزعين مثل ما نسويه تقليديا. مثلا ممكن اكو
شركات أو معامل بنينوى، خلينا نقول عندهم مندوبين، عندهم موزعين، لازم يقسمون الأرباح وهوامش الأرباح وياهم. بس لما تستخدم الحضور الرقمي، الموقع الإلكتروني أو الفيسبوك أو الإنستغرام أو خدمة من خدمات الإلكترونية، ممكن طبعا حسب السيكتر أو حسب القطاع يختلف، ممكن ما تريد الوساطة، تقدر يعني تسوق مباشرة مع العملاء. ف يعني تقليديا احنا كان عندنا اللي نسميه التسويق المتعدد المستويات. فالتسويق الرقمي بإمكاننا أن نستخدمه، وطبعا نبيع المنتوج أو الخدمة مالتنا مباشرة، ما نحتاج إلى وسطاء وموزعين كمثال. النقطة الأخرى والسبب الآخر، التسويق الرقمي يسهل خدمة العملاء المباشرة. أوكي؟ طبعا احنا شرحنا بأنه جزء من أو عنصر مهم من عناصر العالم الرقمي أو التسويق الرقمي هو استخدام منصات التواصل الاجتماعي. فتأثير منصات التواصل الاجتماعي على العلامة التجارية مالتك طبعا كلش مهمة، يؤدي إلى الخدمة المباشرة. طبعا هاي شنو استفادتها؟ أنت تقدر تستخدم الشات روم أو الغرف الدردشة عبر الفيسبوك أو عبر الويب سايتات همينة. وأكو دراسة همينة تقول بأنه تقريبا 71% من المستهلكين اللي جربوا تجربة جيدة مع علامة تجارية أو شركة أو مشروع خاص أو محلة، يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي طبعا من المحتمل أن يوصوا بهاي العلامة التجارية للآخرين. وعندما تكون هناك عدة مستويات مشتركة بينك وبين المستهلكين أو العملاء، فإن جودة الخدمة تتأثر بشدة، وخاصة إذا لم تكن الوسطاء والتجار التجزئة أو الموزعون مكان ثقة. فهاي مختصر كالأسباب العامة والأساسية اللي تجعلنا نستخدم الديجيتال ماركتينج أو التسويق الرقمي أو نضع شركاتنا أونلاين على الإنترنت. فهسه حول على موضوع آخر اللي هو العنصر الأول في تأسيس استراتيجية التسويق الرقمي، وهو إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت. فهسه ما أدري أستاذ محمد إذا أكو أسئلة هسه، لو بعدين نجمعها. ماكو حاليا بالوقت الحالي أسئلة أستاذ آلان، فتقدر تكمل إن شاء الله. أكيد واضحة هي يعني للحضور، وإذا أكو أي سؤال أو استفسار إحنا راح نسجل يمنا ونطرحه لك. شكرا. كل زين، شكرا جزيلا. فهاي لب الموضوع تقريبا. إحنا كشركات إذا نفكر بتأسيس أو بحضور رقمي، يجب أن نفكر بتصميم موقعنا وإنشاء موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت. طبعاً أنا أعطيكم فكرة عامة لأنه هاي الموضوع يراد له مختصين بعض الأحيان، بس الموضوع مو صعب بنفس الوقت. حتى تشوفون أهمية الموضوع، أنا يبتدي بخطوات إنشاء موقع إلكتروني بشكل بسيط. طبعاً أول نقطة إحنا نسميها تسجيل الاسم الدومين، دومين نيم، لازم نسجلها على طبعاً اختيار اسم الدومين كلش مهم، واختيار همنا إحنا نسميه دومين إكستنشن،
يعني ملحق الدومين. مثلا الجامعة الموصل بالإنجليزي University of Mosul، احنا نريد نأسس او نأسس موقع الكتروني لجامعة الموصل، الدومين نيم المفضل، الاسم الدومين المفضل إلنا راح تكون University of Mosul، وبعدين نقرر نختار .com لو .net لو .co أو .iq أو .org. طبعاً .com إلى يعني شعبية كبيرة، وهاي الملحق ملحق كلش مهم على محركات البحث مثل جوجل. راح نشرح هاي الموضوع وتسجيل كيفية تسجيلها على اللي احنا نسميه منصات استضافة المواقع، يعني website hosting، وكيفية صنع الإيميلات الحرفية مالتنا. مثلا إذا أنا أريد راح يكون عندي مثلا إيميل الخاص بي ويا الإكستنشن name والدومين name الخاص بي مثلا universityofmosul.com، أقدر أسوي هاي الشيء على منصات استضافة المواقع. وبعد هذا نحول على موضوع الديزاين، تصميم المواقع الإلكترونية من خلال برامج خاصة احنا نسميها برامج Content Management Systems، يعني برامج إدارة المحتوى. طبعاً أكو طريقة أخرى همنا من خلال الترميز أو الكودينج، وهذا يراد لمختص أو أي واحد إلى اختصاص بمسألة الترميز وكودينج. بعد هذا راح نشرح مسألة Search Engine Optimization، يعني تحسين محركات البحث، وسوشيال ميديا أهمية المنصات التواصل الاجتماعي، وإضافات أخرى مثل إضافات الجاليري مع الصور وإحصائيات وغرف الدردشة، وهمنا منتديات إذا نريد. فالخطوة الأولى اللي هي اختيار اسم الدومين وملحق الدومين. طبعاً هاي من أهم النقاط لما نفكر باستراتيجية التسويق الرقمي. شو نسوي؟ إحنا طبعاً مثل ما قلنا راح نفكر بفد اسم مربوط بشركتنا أو بمشروعنا. مثلاً أنا عندي شركة اسمها أمازون، فراح أبحث عن هاي الاسم على شركات استضافة المواقع الإلكترونية اللي هي website hosting companies أو website hosting. طبعاً أكو شركات تقدر تشتري باكيجات منهم، هسه نشرحها، بس المهم إحنا راح داخل هاي الشركات إحنا نبحث عن الأسماء الدومين وملحق الدومين. طبعاً أسماء الاختيار وتسجيل اسم الدومين في شركة استضافة المواقع الإلكترونية، مثلاً أنا راح أختار موصل يونيفرسيتي أو أمازون، أو مثلاً أنا شركتي اسمها العائلة طحينة، أوكي. وبعدين اختيار ملحق الدومين domain extension، طبعاً .com أختاره إذا أكو، إذا ما ينطيني هاي الاختيار هاي طبعا على ويب سايت هوستنج شركات الاستضافة المواقع الإلكترونية، ممكن اختار فد اكستنشن اخر مثل .net او .org. طبعا هسه انطيكم امثلة عن الويب سايت هوستنج كومبانيز، يعني شركات استضافة المواقع الإلكترونية. اكو هواية من هاي الشركات، احداها مثلا هنا تشوفون شركه بلو هوست عندها باكج خاص، شركه هوست جيتر عندها باكج، همنا شركه جودادي وشركه هوستنجر، همنا اكو اعتقد كلاود اكسس وشركات اخرى همنا هوايه. طبعا
خل نختار شركة جودادي. طبعا هاي شركة لاستضافة المواقع الإلكترونية اللي بداخلها. بعد ما تشتري الباكيج نقدر نختار اسم الدومين وتسجيله وهمنا اختيار ملحق الدومين أو دومين إكستنشن. هنا جودادي مثلا بهاي الحالة يقول لك إذا نختار الباكيج مالتهم راح يوفرون الدومين مجانيا ويوفرون قدرة تحميل السريعة وعدهم خدمة زبائن أسبوعيا 24 ساعة بالأسبوع. خل ننقر على جودادي ولما ننقر عليه يحولنا على صفحة أخرى اللي هي الباكيجات مالتهم والأسعار. طبعا بداخل جودادي احنا نباوع على الباكيجات. الباكيج الاقتصادي ايكونومي 4 طبعا هذا من الفروض دولار بس انطاني ما ادري ليش انطاني الدرهم الاماراتي بس مو مشكله. خلينا نفترض هذا دولار. طبعا هاي الباكيج يقول لي اذا اشتريه على جودادي على هاي الشركه استضافه المواقع الالكترونيه ينطيني السمات الآتية. أولا ينطيني إذا أشتريه هاي الباكج ينطيني السعة لصنع ويب سايت واحد فقط وينطيني مثلا 100 جيجا بايت من سعة التخزين وهكذا. والباكج الآخر اللي هو دولوكس يشرجك 24 دولار بالشهر طبعا به صفات اخرى. احنا خلينا نقول نختار الارخص كبدايه راح نختار الباكج اللي يكلفنا 4 دولارات بالشهر ما عنده مشكله بالبدايه. السعه محدده بس نقدر ندبر امرنا بهاي الحاله. بعد ما نختاره نقدر نفتح الحساب خاص مالتنا على جودادي حتى احنا نقدر نرجع ومثلا بعد فتره ونسجل اسم الدومين مالتنا. هسه نحول على الاسم الدومين. مثلا اني عندي شركه اسمها novanim.com مثل ما تشوفون. هاي novanim هاي اسم الدومين الدومين نيم والدوت كوم هي اسم الاكستنشن. طبعا اني بداخل جودادي راح احاول اسجل واخذ هاي الاسم الي لان الدوت كوم اكثر شيوعا على الانترنت. ولما تبحث على ويب سايت مع ملحق دومين دوت كوم إله مرتبة عالية داخل محركات البحث. الموضوع الآخر هو اختيار الملحق ملحق الدومين. طبعا بعض الناس يسألون ياهو من الاكستنشنات أفضل. طبعا هاي بديهي بانه دوت كوم يعني الى شعبيه واداء رائع في محركات البحث مثل جوجل لانه دوت كوم اقدم واكبر ملحق ببساطه وسيكون اداء دوت كوم رائعا لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث مثل ما قلنا سيرش انجن Optimization. فنختار الدوت كوم. بس بعض الأحيان هاي الشركات مثل جودادي شركات استضافة المواقع الإلكترونية ما عند هاي الإكستنشن. مثلا بعض الأحيان أكو ناس يشتروها يعني يأخذوها إلهم ويبيعوها بمبالغ غالية. بس أكو طرق أخرى مثلاً أنت تقدر
تغير الدومين نيم مالك، مثلا اذا ما ينطيني universityofmosul.com ممكن احنا نغيرها ل mosuluniversity.com. اذا ما ينطينا هذا ممكن نجرب تعبير اخر، مثلا university uni of mosul or mosuluni.com. يعني نحاول بقدر الاستطاع حتى نحصل على الدومين نيم او اسم الدومين المفضل يمنا ويا الاكستنشن نيم المفضل يمنا اللي هو .com. بس بعض الاحيان ممكن ما نلقيه، فلازم نحاول ونفكر ب باكستنشن اخر او بملحق اخر اللي هو .net او .org. يعني .net و .org هم لهم يعني فاعلية جيدة بمحركات البحث على الإنترنت. طبعا بنفس الوقت لما نختار كلمة الدومين والدومين نيم داخل جودادي، داخل هاي المواقع الاستضافة أو شركات الاستضافة، نقدر نحصل على إيميلات المتعلقة بالبزنس مالتنا. مثلا إذا أنا حصلت على الدومين نيم mosuluniversity.com ممكن أحصل على صنع إيميلات خاصة بي متعلقة بالموسول يونيفرسيتي. مثلا أنا اسمي آلان عطوف at universityofmosul.com. مثلا هاي أمثلة أخرى، إذا البزنس مالتي اسمها DAI مثلا شركتنا هذا آلان عطوف at DAI.com، أو أسرة أكرم at دليلك.net إذا دليلك هذا هو اسم الشركة، أو محمد عباس at دكاكينة.com إذا اسم الشركة كانت دكاكينة. فهاي طبعا هاي صفة مهنية حرفية لما تحطها على البزنس كارد مالتك كصاحب شركة أو صاحبة شركة، فتقدر تنطي الإيحاء الحرفي لما تقوم بالتشبيك أو النتوركينج. طبعا إذا أي شيء مو واضح تفضلوا تقدرون تحطون أسئلتكم بالدردشة. أستاذ آلان، عندنا بعض الأسئلة. محمد راح أبلش أنا قبلك حتى من بعد ذلك أنت. تمام. أول سؤال يقول: التسويق الإلكتروني للشركة أيضا يحتاج إلى موافقات؟ السؤال الثاني. عفوا، التسويق الإلكتروني يحتاج إلى موافقات؟ نعم. السؤال الثاني: كم يحتاج التسويق الإلكتروني إلى رأس مال؟ أوكي، ممكن أجاوب على. تحب أعطي الأسئلة باقية لو جاوب سؤالين؟ لا تفضل ممكن أكتب. ما هي الأسرار لنجاح الاستراتيجية في التسويق الرقمي؟ نعم أسرار. نعم. وما هي أهمية إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت على بناء استراتيجية التسويق؟ نعم. هذا من جانبي. أوكي. طبعاً أنا أخذ هاي الفرصة حتى أجاوب على بعض هاي الأسئلة. طبعاً إذا حسب قوانين كل منطقة، مثلاً الإيكوميرس اللي هو التجارة الإلكترونية اللي تستخدم كل مواردها على الإنترنت، طبعاً هاي الشركة لازم تسجلها. أنت كشركة تسجل، بس كتسويق كاستراتيجية هاي فتشي داخلي. أنت تأسس الشركة، تسجلها الرأس مال ومرتبة وما أدري شنو يم دائرة التسجيل. طبعاً وراء هذا حتى إذا البزنس مالتك تتكون من إيكوميرس التجارة الإلكترونية، يعني وراء ما تسجلها ما يراد لها الاستراتيجية التسويق الرقمي، ما يراد لها موافقات. يعني هذا فد قرار داخلي
احنا نقعد ويا الستاف ويا الماركتينج مانجر والدايركتورز نقرر على يا استراتيجيه. مثلا اني اقترح للستاف مالتي بانه لازم نبتدي بسوشيال ميديا بدايه بعدين موقع الكتروني. هذا ما يراد موافقات، هذا كله اجراءات داخليه و يعني تعتمد على المقررين داخل الشركه. طبعا السؤال الثاني اعتقد كان الراس مال، طبعا يراد لها ميزانيه، هاي نقطه كلش مهمه. الاعلانات مثلا على منصات التواصل الاجتماعي، اذا نقوم بتعزيز منشورات اعلانيه مثلا advertising posts ونقوم بتعزيزها boosting او باجراء حملات اعلانيه، يراد لها شويه ميزانيه. وهمنا مثل ما شفتوا هنا الباكجات اللي نشتريه على مود الهوستنج شهريا، مثلا الايكونومي يتشرجنا 4 دولارات بالشهر، الدولوكس يتشرجنا 25 دولار وهكذا. ف احنا باستشارة بالاي تي او بالويب ديفلوبر يعني مصمم المواقع الالكترونية والماركتينج مانجر راح نكرس الميزانية المطلوبة لتأسيس الاستراتيجية. طبعا السؤال الاخر، ما هي اسرار نجاح استراتيجية التسويق الالكتروني؟ طبعا هاي أحد العناصر هي الموقع الإلكتروني الويب سايت، وعنصر آخر هو السوشيال ميديا صراحة، خاصة بالعراق فيسبوك راح نحكي عنها ليش الفيسبوك كلش مهم. وثالثا النقطة الأخرى اللي أنا أركز عليه معظم الأحيان اللي هو الـ SEO، يعني تحسين محركات، تحسين أداءك كويب سايت على محركات البحث يعني search engine optimization. وبهاي الموضوع راح نحكي عنه، الكونتنت يعني المحتوى، محتوى الويب سايت اهم شيء، اهم شيء راح ان شاء الله نحكي عنها. تفضلوا استاذ زملائي اذا اكو اسئله اخرى. يعني استاذ الان هنا عندنا واحده من الاسئله دا تسال على المبالغ، انت حاليا الصفحه اللي فاتحها هي على المبالغ، هدا يسالون تسجيل الموقع يحتاج مبالغ شهرية أو مبالغ سنوية، وشون ممكن أنه يتم حسابها، شون يتم الدفع؟ نعم طبعا حسب الشركات، شركات التسجيل الاستضافة مثلا جودادي عندها باكيجات يقول لك شهريا أنا أتشرجك، بعدين تقدر تحسبها سنويا. إذا 4 دولارات شهريا تقدر تخمن الميزانية السنوية. ومثل ما قلت مثلا إذا أنت تكرس 5 دولارات لتعزيز كل منشور إعلاني على فيسبوك أسبوعيا، فراح تكون عندك 20 دولار مصروفات الإعلان على فيسبوك. أو عندك مثلا إعلان آخر على جوجل، مو بالضرورة على فيسبوك، مثلا جوجل، مثلا يوتيوب. فكل شركة عندها الأرقام والمبالغ الخاصة بهم، طبعاً المختصين بشركتك أو حتى أصحاب الشركات اللي عندهم شوية إلمام على العالم الرقمي والديجيتال وورلد يقدرون يبحثون عن الأسعار ويكرسون الميزانية ويصممون ميزانية لمسألة التسويق الرقمي، يعني مو صعبة. زين، صراحة إجا واحدة من الأسئلة من الشباب، ده يقول شنو بالضبط هو الدومين؟ أنت ده تقول دومين. 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 شنو الدومين بالضبط؟ طبعًا أنا ما أترجم، ما أتصور أكو كلمة. الدومين يعني اسم، الاسم. مثلًا أنا أعطيك فد مثال هنا www.amazon.com. أوكي. هاي الأمازون، هاي اسم الدومين، دومين نيم. أوكي، أي شيء ما بين ال 3 W's، ال W's الثلاثة وال .com إحنا نسميه دومين نيم.
ليش احنا لازم نعرف الاسم؟ لانه ورا ما نروح على هاي المواقع الاستضافه، اوكي، اكو اماكن طبعا هنا خل نشوف جودادي. godaddy.com. بعد ما أنا أختار الشركة الاستضافة يقول لك search domain هنا رأساً، يعني البحث عن الاسم. مثلاً أنا أبحث عن University of Mosul حتى أسجل هاي الاسم إلي of Mosul. خلنا نشوف إذا ينطينا .com لو .net أو موجود أو ما موجود. يقول لك موجود. شوف هاي عمليا احنا نقدر نحجز universityofmosul.com، محظوظين لان .com كلش قليل. شقد يتشرجنا؟ 11 يعني 12 دولارات تقريبا للسنة الأولى. طبعا هاي حيلة إعلانية، لما تشتريها هاي ال 12 دولارات مو سنوي، هاي شهري. بس يقول لك للسنة الأولى أني أتشرجك 12 دولارات شهرياً، بس ما ينطوك المعلومات الكاملة. بعد هذا شو أسوي؟ طبعاً رأساً أحجز الدومين نيم، هذا هو الاسم الدومين University of Mosul. GoDaddy ينطاني الدوت كوم وياه وأضيفه إلى الكارت وأشتريه، خلاص هذا هو. طبعاً يراد له فيزا كارت أو كريدت كارت، أو أكو كارتات أخرى مثل ماي سويفت بالموصل هسه موجود، أعتقد هذا فد بريبايد كارت. فهذا هو الدومين نيم، وهذا الاسم الدومين طبعاً، وهذا ملحق الدومين الدوت كوم الدوت نت الدوت آي كيو الدوت أورغ وإلى آخره. ما أدري إذا كان الشاشة واضحة يمكم. إيه واضحة طبعًا. كلش زين. زين. أكو أسئلة أخرى، ده يقول لك شنو الفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق العادي؟ أنت شرحتها بالبداية بس خلينا نختصرها يعني بكلمتين. بين التسويق الإلكتروني و. التسويق العادي. التسويق العادي التقليدي. نعم. طبعًا التسويق الإلكتروني مثل التسويق العادي بس رقميًا. ديجيتالي ويسهل لك الأمور. مثلا يعني بدلا من أن أستخدم فد بورد إعلاني كبير، فد لوحة إعلانية كبيرة، عندي فيسبوك، عندي فيسبوك وما يراد له وقت هواية، وأسعار الإعلانات والتسويق الإلكتروني أرخص بكثير من الإعلان التقليدي العادي، من التسويق العادي. مثلاً أعطيكم مثال، أنا إذا أسوي فد إعلان على الفيسبوك، أنا من الموصل قاعد بالبيت وأستخدم خدمة البوستينج التعزيز على الفيسبوك، من خلاله أقدر شوف المزايا تجي وياه. يتشرجني الفيسبوك دولار واحد يومياً، اوكي، بس اذا اروح لتلفزيون روداو هسه يشرجوني 18 دولار لثانيه واحده مو اليوم، بس فيسبوك يشرجك دولار واحد ليوم. والقدره الوصول اللي يسمونه الريتش على الفيسبوك اكثر بكثير من اي قناه بالعراق، لأنه مثلاً أكو إحصائية تقريباً، أعتقد إحصائية مبتدئة، بأنه 12 إلى 14% من العراقيين يستخدمون الفيسبوك، والفيسبوك عندها القدرة عندها الخوارزمية للوصول إلى الجماهير المستهدفة اللي أنت أو أنتو تختاروا. مثلاً الفيسبوك إحنا نشرح إن شاء الله بالمحاضرة يوم السبت، تختار الاستراتيجية مالتك مال استهداف الجماهير، تختار نينوى، تختار بعشيقة، تختار دهوق، أربيل، أي الأسواق اللي تريدها حسب الماركت السوق مالتك، كلها بدولار واحد. بس إذا أروح إلى
الى شركه او قناه روداو يتشرجني 18 دولار للثانيه واحده، هاي غالي هوايه، او يتشرجني مثلا القائمقاميه والبلديه باربيل او بالموصل اذا قوم علق قطعه كبيره بمكان لمده محدده. بس عندك فيسبوك كل واحد على الفيسبوك هسه، يعني كل واحد تقريبا، انا ما شفت اي واحد ما عنده فيسبوك ما بين اصدقائي صراحه، اكو ناس ما عندهم خاصه الجيل القديم. فالفرق الكبير هو السعر، السعر رخيص والريتش الوصول اللي التكنولوجيا الرقميه ينطيك الفرصه للوصول الى اكبر عدد من الجماهير باسرع وقت ممكن. اوكي، فهاي الفرقين اعتقد هما الفرق ما بين التسويق الالكتروني والتسويق التقليدي. معاشه ايدك اكو سؤال يقول التسويق الالكتروني بسرعه، ما اكو سؤالين راح ادمجهم سويه. يقول التسويق الالكتروني وانشاء المواقع الالكترونيه تحتاج ترخيص قانوني لو ممكن نشتغل بها بحريه؟ وبنفس الوقت اربطها بالسؤال اللي يقول انه احنا هل يكون علينا ضرائب من الدوله في حال انه استخدمت التسويق عبر المواقع التواصل الاجتماعي؟ صراحه هاي مساله قانونيه بحته، بس مثل ما قلت اذا انت سجلت الشركه مالتك مثلا عندك معمل صبغ ببنينوى، خلاص انت سجلت الشركه. ما اتصور صراحه، ما اعرف يعني بالتفصيل القوانين حول المسائل الالكترونيه. اعتقد بالعراق هاي القوانين ما موجوده حتى الان. ممكن باقليم كردستان اكو قوانين تسجيل. نعم، اذا عندك مثلا، انا عندي صديق اسس شركه، مو شركه، موقع ثقافي اسمه مثلا kurdraum.com، فكان اعتقد راح يم يسمونه الاتحاد او نقابه الصحفيين سجل اسمه، وهذا اللي كان مطلوب منه. بس تجاريا اعتقد يعني الصوره مو واضحه يمي صراحه، لانه هاي مساله قانونيه. بس اذا عندك شركه مسجله اوريدي، ما اتصور الموقع او الفيسبوك يراد لها ترخيص. تمام، هاي احنا صراحه ممكن يعني بنهايه الجلسه هاي انه نطلب، خلينا نقول، مساعده من استاذ زيرك ايضا ويانا، هو الخبير القانوني بهاي المجالات، ويجاوبنا عليها. فخلينا ننتقل على صراحة الأسئلة الأخرى، صراحة إنه هل دي يسألون إنه فقط من جوجل إحنا نقدر ندخل، لو ممكن من غير مكانات؟ فممكن يعني تجاوب على هذا السؤال. من جوجل ندخل على إيش يعني؟ إنه هل برنامج إنه نحمله فقط من جوجل، هل إنه إحنا من نخلق صفحة يتم تسجيل فقط من جوجل لو من أي مكان آخر؟ الجوجل هذا محرك بحث احدى، بس اكبر واحد اعتقد، يعني حتى بامريكا يعني هاي، او يعني ما سمع، ممكن بروسيا عندهم الخاص بهم والصين، بس هاي مو مشكله. احنا بس نبحث مثلا عن شركات الاستضافه، الويب سايت هوستنج كومبانيز، من خلال جوجل او من خلال محرك بحث اخر اذا تعرف فد واحد اخر، بس جوجل كلش زين. مثلا شو اسوي؟ مثل ما سويت الجوجل هنا، أنا أفتح الجوجل، عفوا google.com، وبعدين عفوا جوجل، طبعا هذا جوجل موجود لما تفتح البراوزر مالتك. بس هنا أنا مثلا أنا أبحث عن ويب سايت هوستينج، مواقع استضافة سيرفيسز، مثلا انطيني 10 best hosting sites، العشرة الأولى. شوف انطيني نفس الشيء مثل ما شوفتكم على السلايد، بلو هوست، هوست جيتر، and جو دادي. هنا هذا شركة من الشركات الاستضافة اللي أني أسجل اسم الدومين عليه، وبعد هذا أنا أحصل على الأكاونت مالتي. مثلاً
لما اشتري الباكج هنا يقول لك ساين ان مثل فيسبوك اوكي، واذا عندك اليوزر نيم والباسورد راسا تدخل وتشتغل على الدومين نيم مالتك. هنا مثلا الان عطوف والباسورد مالتي، هنا افتح الاكونت مالتي واشتغل على الاختيار الدومين والعمليه الدفع والتجديد ورا سنه، كل هاي الاشياء تقدر تحصلها هنا. اوكي تمام زين، هسه ما اعرف تحب تكمل لو نكمل الاسئله، لان ما شاء الله الشباب عندهم هواي اسئله. اي ان شاء الله راح نجاوبهم، بس خليني استمر حتى خلص من الماده بالبدايه مثلا، او موضوع 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 ورا موضوع ناخذ الاسئله. تمام تقريبا. شكرا شكرا استاذ محمد. شكرا. طبعا هاي المرحله الاساسيه اللي هي مرحله تسجيل اسم الدومين، دومين نيم اوكي، واختيار الاكستنشن، دومين اكستنشن، يعني مثلا اسم الدومين موصل يونيفرسيتي والاكستنشن دوت كوم حصلنا عليه، حجزناه، دفعنا على جودادي، هذا ويب سايت يسمونه هاي الشركه ال هوستينج ويب سايت، او شركه استضافه او موقع استضافه الموقع الالكتروني. ورا هذا احنا عندنا الاكونت على هذا، هسه احنا نحتاج الى تصميم الموقع و اضافه المحتوى بداخل التصميم. هذه عمليه مختلفه من تسجيل اسم الدومين. اوكي، العملية اللي احنا راح نحكي عنها هسه مسألة تصميم يرادلها برامج أخرى اللي احنا نسميها برامج إدارة المحتوى. أوكي، يعني هنا تشوفون تصميم وتطوير موقع إلكتروني يرادلها عملية أخرى وشركات أخرى ترتبها، وهاي طريقة. وطريقة أخرى أكو كودينج، يعني من البدايه من خلال الترميز، اذا انت ويب ديفلوبر او مصمم صفحات الالكترونيه تقدر تستخدم الكودينج ومن البدايه. طبعا هاي مساله لا تديروا بال هوايه عليه، الكودينج هذا اختصاص ما عدا اذا واحد عنده المام بهاي المساله، بس الطريقه السهله هي اختيار احدى البرامج، برامج شو يسمونه اداره المحتوى، content management platforms. اكو هوايه من هاي البرامج، اكو ووردبريس، اكو مثلا ويكس، اكو جملة، اكو سكوير سبيس. اوكي، شو نسوي هنا؟ هنا نصمم الجانب الصوري والجانب التصميمي والكتابه. مثلا اني اختار الويكس، خلينا نقول نفس الشيء، ابحث بالجوجل wix.com. اوكي، جيت ستارتد يعني ابتدي، او افتح اكونت هنا ساين ان. ما عندي اكونت اني، بس طبعا عندهم الفيرجن المجاني بالمناسبه، تقدرون تمارسون عليه، كلش بسيط وكلش يعني ويب سايت سهل صراحه، أحسن ويب سايت للتمرين على صنع موقع إلكتروني. بعد ما تدخل تنطيك ينطيك الفرصة لتصميم الصفحات، مثلا شقد صفحة تريد. مثلا هنا خلينا نقول هاي الصفحة مالتنا، أوكي، biziraq.com. شوف عندنا مثلا هاي الصفحات about new services resources contact العربي، يعني كل هذا نقدر نقوم بتصميمها، وهم أنا نحمل التكست مالتها بالعربي وبالانجليزي وكردي او اي لغة اخرى تريد تضيف. وهاي الشركات نسميهم مثل ما قلت content management platforms او برامج إدارة المحتوى. اوكي، طبعا اكو نقطه مهمه ممكن راح تكون احدى الاسئله، شلون نربط هاي البرامج، اوكي، هاي البرامج بالموقع الاستضافه. احنا حجزنا الشيء المهم هو
لما نحجز الاسم الدومين على مواقع هاي الموقع خلينا نقول جودادي اوكي هاي الشركه جودادي خاصه الى القابليه بان ينطيك الباكج كامله ويطلب منك اي من البرامج تريد تضيف الى الجودادي الى موقع الاستضافه مثلا اني اختار ووردبريس او ويكس اريد اشتغل على ويكس راسا تربطه فشي مثل هذا يجيك يقول لك مانج ووردبريس هنا أنا اقول ووردبريس ويب سايت سيت اب خلاص هذا جودادي طبعا بهاي الحاله نربط برنامج اداره المحتوى ووردبريس باسم الدومين مثلا موصل يونيفرسيتي اللي اخترناه دوت كوم بمشروع اللي هو مشروعنا الخاص خلينا نقول هاي الشركه طبعا خلاص بهاي الحاله خطوتين مهمين انتم كملتوه نتحول طبعا بداخل الويكس التصميم او الووردبريس التصميم اكو تمبلتات اكو تصاميم هوايه مجانيه وبعضها تقدر تشتريها وتختار التصميم اللي انت تريده مثلا انت تريد الويب سايت مالتك تشبه موقع الشرقيه ما ادري شرقيه نيوز مثلا او يشبه موقع apple.com مثلا شوف الموقع مال ابل بالمناسبه ابل اكبر شركه بالعالم بس يعتمدون على التسويق الالكتروني هوايه لانه الويب سايت مالتهم بسيط وما عندهم موزعين ما بيناتهم فبهاي الحاله ما يقسمون الارباح ويا موزعين هوايه عندهم المحلات وال طبعا يعني ما عندهم مندوبين عندهم محلات مباشره والويب سايت مثلا انت تحب تاخذ هاي التصميم ممكن اكو تصميم داخل ويكس داخل هاي البرنامج اوكي ممكن انت تختار التصميم وبعدين تاسس صفحات وتقوم بادخال التكست هاي المرحله الثانيه من تاسيس الموقع الالكتروني وراء تسجيل اسم الدومين يجيك اختيار برنامج من برامج اداره المحتوى اوكي طبعا اذا طبعا ما عندكم الخبره الكافيه تقدرون تكرسون ميزانيه للتعاقد مع مصمم المواقع الالكترونيه اللي يسمونه ويب ديفلوبر بالانجليزي اللي هو يقوم بتصميم الويب سايت انشاء الموقع المسؤول عن مظهره والجوانب الفنيه والجوانب يعني مثلا تحليل البيانات داخله والسوشيال ميديا ومثل فيسبوك وانستغرام وكل هاي الادوات الاخرى هاي همنا اقتراح لازم تفكرون به اذا ما عندكم وقت بس لازم يكون عندكم ميزانيه مثل ما شفنا اصدقائنا البارحه اعتقد من شركه لزو اثنيناتهم مختصين بمجال الويب ديفلوبمنت تصميم المواقع والاي تي فهم ضروريين كلش لشركه لزو فبهاي الحاله عندهم الالمام بهاي الموضوع فصاحب الشركه قرر بان يعين ويتعاقد مع مصممين ذو خبره ف النقطه الاخرى تقريبا اشرنا عليها اللي هي التجاره الالكترونيه احنا التسويق الالكتروني العنصر الاخر او ممكن بعض الاحيان العنصر الاساسي هو التجاره الالكترونيه الاي كوميرس يعني الكترونيك كوميرس طبعا نماذج هوايه بالعالم موجوده مثلا اي باي هاي موقع تجاره الكترونيه مشهوره جدا بامريكا تقدر تشتري وتبيع عليه مثلا اني عندي ميز اريد ابيعه اخذ صوره واخليه عليه افتح اكاونت وخلاص واحد يريده يقول لي اوكي بس تزلي اياه وتحصل على الفلوس اونلاين بس هذا يراد لها طبعا البنيه التحتيه
مع الدفع الإلكتروني استخدام الفيزا كارد بالأراك شوية صعب، ولو أكو شركات أخرى لقوا حلول لهاي المشاكل بإبداعهم وتفكيرهم الإبداعي. وأكو شركة أخرى يعني شفتها فد مرة بالموصل دكاكينة، هم أنا نفس الشيء تقريبا مثل أمازون، يبيع ويشتري ويسوي ديليفري، وهذا نموذج آخر من نماذج التجارة الإلكترونية اللي وفرتها اللي هي إحدى العناصر داخل التسويق الإلكتروني. وعندنا شركات برمجيات أخرى نسميها برمجيات كخدمة، مثلا بوديا، بوديا.com، هاي شركة أخرى طبعا موقع مال التجارة الإلكترونية، بس طبعا هاي البوديا لها صفات أخرى، مثلا أنت تقدر تأسس الموقع الإلكتروني، بنفس الوقت تقدر تأسس عملية الدفع الإلكتروني، تقدر تسجل فيديوهات ومحاضرات، يعني كلها باكج واحد هسه بداخل. طبعا هاي فكرة من الأفكار الرياديين والرياديات بأمريكا اللي سووا هاي الويب سايت. الموضوع الآخر اللي هو موضوع معقد شوية، بس هو عنصر من عناصر التسويق الإلكتروني، وهو التحليلات الويب أو تحليلات الويب أناليتكس. أوكي، طبعا هذا بس أعطيكم فكرة عامة. الجوجل، جوجل عندها هاي الخدمة، خدمة يعني فعالة، تروح على analytics.google.com. أوكي، بس لازم تشتري الخدمة. شنو الخدمة؟ أو ياهو حمينا عندها الخدمة. الخدمة تنطيك البيانات عن الموقع الإلكتروني مالك، ورا ما تأسس الموقع وتشتغل عليه ورا سنة أو ستة شهور، تريد تقيم الويب سايت وأداءه بشكل عام، مثلا البيانات تجيك بهيك مثل هذا، مثلا هنا طبعا عملية ربطها شوية معقد، لازم تخليها يم الويب سايت ديفلوبر مالك، بس اللي مهم هو البيانات اللي تجيك من تحليلات الويب، من التقارير على الجوجل اللي هي مربوطة بالويب سايت مالتك، مثلا تجيك عدد الزيارات على الويب سايت بشكل عام، عدد الزيارات للصفحات، مثلا صفحة من الصفحات داخل الموقع يجيه زيارات أكثر من الأخرى، ولازم نحلل ليش، ممكن الكونتنت المحتوى مال هاي الصفحة أحسن من الصفحات الأخرى، ممكن به صور أكثر. فالمصمم الويب ديفلوبر الاي تي يمك يمكن يقوم بتحليل البيانات وبتعزيز وتحسين بالنتيجة الموقع الإلكتروني مالك. فتحليلات الويب جزء أساسي ومهم ومؤثر داخل التسويق الإلكتروني، اللي هو شوية معقد صراحة، لأنه على عملية الربط إذا هسه أشرحها راح يطول هواية، بس هاي فكرة عامة. الموضوع الآخر اللي هو كلش مهم وبسيط صراحة هو موضوع تحسين محركات البحث. يعني شنو قصدنا؟ تحسين أداء الموقع مالك، أداء الموقع الإلكتروني المالك في داخل محركات البحث. مثلا أحد المحركات هي جوجل. أوكي، هنا احنا شنو نريد من الـ SEO، من هاي العملية؟ احنا نريد لما نأسس الموقع الإلكتروني مالتنا، أنا أريد الويب سايت مالتي يكون تجي دائما بالمرتبة الأولى لما واحد يبحث عنها. مثلا أنا عندي شركة أو مؤسسة University of Mosul، جامعة الموصل .com. أنا أريد لما واحد يبحث عنها يجي بالمرتبة الأولى، خاصة هذا للمشاريع التجارية كلش مهمة، لأنه بس شلون نسويها؟ النقطة المهمة طبعا، مثلا هذا الويب سايت يقول لك كويك سبراوت اجى كاول واحد. النقطه المهمه هو
المحتوى، محتوى الموقع، الكتابة أهم شيء بهاي الموضوع، من أهم العناصر. طبعاً أكو عناصر هواية، أوكي، بس المحتوى من أهم عناصر التحسين، محركات البحث. طبعاً من 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 هاي الجهة نبحث عن كلمات المربحة. شنو قصدنا بالكلمات المربحة؟ الكلمات المربحة يعني هسه نشرحها، بس لازم نبحث عن كلمات المتعلقة المربحة. مثلا أنا عندي شركة، مثلا شركة صبغ، أوكي، paint. وهاي شركة صبغ مثلا أكتب بالويب سايت شركة صبغ آلان عطوف اللي موجودة بالموصل، بعدين بالتكست الصبغ، أي أنواع من الصبغ، كل الأنواع أكتبها. هذا كل كلمات أساسية أولية. بعدين عندنا كلمات أساسية ثانوية هسه نشرحها. مثلا بعد هذا، بعد البحث عن الكلمات المربحة، يجيك شنو النتيجة إذا إحنا يعني نخلي هاي الكلمات داخل المحتوى مالتنا على الويب سايت؟ راح يزيد عن عدد الزيارات، العدد الزيارات، لأنه لما أنا أبحث عن شركة الصبغ رأساً شركة آلاء عطوف تجيني، لأنه المحتوى مالي كلش زين، الـ SEO مالي راح يكون كلش زين، فالعدد الزيارات راح تكون مرتفعة، وهذا أوتوماتيكياً يؤدي إلى زيادة المبيعات. لما المبيعات مالتك تزيد، مرتبة الموقع مالك على الويب سايت على الجوجل راح تكون أعلى وأعلى بكثير من المواقع الأخرى. مثلا أنا أعطيكم مثال عن هذا. هنا أنا تشوفون هاي، طبعا هذا بالإنجليزي العفو، بس راح أشرح الفكرة حتى تشوفون، لأنه هنمنا تقدر تطبقها بالعربي. هاي الويب سايت أنا اللي اختاريتها، الويب سايت الموقع يساعد الأشخاص، طبعا هذا مال شركة استشارية، الموقع اسمها problem.io. الموقع يساعد الأشخاص على فتح المطاعم، يعني شركة استشارية تنطي الاستشارات لأي أي ريادي أو ريادية أو صاحب فكرة لفتح المطاعم مثلا بالموصل أو بأربيل. طبعا أنا أريد أبحث عن هاي الشركة، أكتب كلمة المطعم، أوكي، restaurant. هنا أنا كيف تفتح مطعمك الخاص، هنا أنا تجيني التايتل how to open your restaurant، هاي التايتل بالعربي كيف تفتح مطعمك الخاص. مطعمك، أوكي، الخاص أو مطعمك، هاي الكلمة الأساسية، الكلمة الرئيسية اللي يسمونها keyword، الكلمة الأساسية الأولية. بس شنو الكلمة الأساسية الثانوية؟ لما تباوع على الويب سايت كله أكو مقاطع أخرى يقول لك، طبعا وراء مطعم الخاص ينطون يوفرون استشارات في فتح مطعم الخاص، بس ينطون استشارات لكتابة خطة أعمال، خطة عمل لتأسيس المطاعم، خطة عمل بزنس بلان. تشوف هنا أنا بزنس بلان، هاي كلمة أساسية ثانوية، يعني إحنا شو سوينا؟ قمنا بتعزيز المحتوى بهاي الحالة. العنوان الثالث خطة تسويق ماركتينج، هنا أنا تقول لك خطة تسويق للمطاعم، هاي هم أنا أضفت فد كلمة أخرى اللي هي ماركتينج بلان، خطة تسويق. فلما أنا أبحث عن شركة استشارية مع فتح المطاعم، أقول له مثلا opening restaurant companies بالإنجليزي، يعني شركات استشارية لفتح المطاعم، رأسا هاي تجيني. لهاي السبب أنت تربح هواية ما بين الويب سايتات والمواقع الأخرى، لأنه أنت تجي على المرتبة الأولى، وهذا معناته أنت مرتبتك كل جينة، الـ SEO مالك، الـ 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 الـ
تحسين محركات البحث مالك كل جزانة بمرتبة عالية جدا. أكو مثلا مثال آخر حول بيع كتاب على أمازون. أمازون طبعا ممكن سامعين به شركة كبيرة بأمريكا لبيع وشراء كل أنواع الأغراض صراحة. مثلا هنا ممكن التكست بالإنجليزي مو واضح هواية، بس أنا أريد أبيع كتابي حول كتابة خطة عمل على موقع أمازون. يعني كتبت كتاب هنا تشوفوه، هاي الكتاب الكفر الغلاف ماله يقول لك بزنس بلان، يعني كتابة خطة عمل. الكلمة الرئيسية اللي أنا أكتبها اللي أنا هنا كتبتها كعنوان هي البزنس بلان. طبعاً أنا لما أكتب التايتل العنوان داخل الحساب مالي على أمازون يطلب مني أن أكتب العنوان مو؟ فأني شو أسوي؟ إذا بس أكتب بزنس بلان هذا ما يكفي، هذا الـ SEO مالي يعني ضعيف جداً. بس هاي الكلمة الأساسية الرئيسية الأولية. الكلمات الأخرى الثانوية اللي أضيفها حتى أعزز المحتوى مالي، وحتى إذا واحد يريد يشتري كتاب على بزنس بلان الكتاب مالي يجي كأول واحد. أوكي، فهذا هو القصد من الـ SEO. الكتاب الكلمات الرئيسية الثانوية اللي أنا أضفتها بعد بزنس بلان يم الكلمة كلمة بزنس بلان هي قالب ومثال، مثلا template and example، كيفية كتابة خطة عمل، مثلا how to write a business plan، جعل تخطيط الأعمال بسيطا. بهذه الطريقة قام الكاتب بالتصنيف بشكل استراتيجي على موقع أمازون، وهذا مثل ما تشوفون يؤدي إلى المزيد من المبيعات ويحتل الكتاب مرتبة أعلى على موقع أمازون. فهاي قصدنا من مسألة تحسين محرك البحث اللي هو كله يعتمد على محتوى المواقع الإلكترونية. طبعا هاي عنصر واحد، لأن أكو عناصر أخرى اللي يؤدي إلى تحسين المحرك البحث مال الويب سايت مالتك. فهنا هاي الموضوع حمينا كملناه. الموضوع الآخر راح تكون استراتيجية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. ما أدري إذا زملائي عندهم أسئلة حتى الآن أقدر أجاوب هسه. صراحة أكو عندنا أسئلة. خلي نرجع على الأسئلة اللي بالبداية كانت صراحة. أوكي خليني أنا حنطيك سؤالين ثلاثة حتى تدمجهم على خاطرك. كلش زين. شنو الفرق بين دوت نت دوت كوم ياهو أقوى؟ نعم زين. بنفس الوقت ايضا ده نحكي على بصورة عامة البرنامج اللي بصورة عامة يعني خلينا نقول هاي البرامج اللي انت اصلا ده تقولها، هل اكو تفضيل شركة عن شركة او موقع على موقع؟ هاي الشغلة الثانية. ايضا بنفس الوقت أهم العوامل اللي تجذب المنافسين، يعني بصورة عامة أنت عندك دائما خلينا نقول عفوا المشتركين أو الناس، شلون أجذبهم أني بأي طريقة؟ يعني يقولون الناس إنه ما نقدر، إحنا شلون نجيبهم لنا نقولهم تعالوا حتى لو أعلن؟ زين. أيضا طبعا ممكن تدمجها أنت بالتفوق على المنافسين، إنه شلون نتفوق ايضا على المنافسين. وايضا دا يحجون على بصوره عامه الامان، يعني سكيورتي مال مواقع بصوره عامه. هل اني يعني لازم من اشتري موقع لازم ايضا اكو مواقع ممكن تعطيني امان للمعلومات مالتي ويا هي اللي لا؟ طبعا شنو الفرق بين انه اني ابدي اشتغل بالبحث على الانترنت لو البحث من مواقع تواصل اجتماعي، شنو الفرق؟ وايضا ياهو احسن. انا هاي اسئله يعني خبطت لك اياها وانت على كيفك تجاوبهم. واكو طبعا بعد اسئله في حال انه تريد
أسئلة مرة أخرى. شكراً أستاذ خمس. أسئلة مهمة طبعاً. تقريباً أنا شرحت الفرق ما بين الدوت كوم والدوت نت، اللي هو طبعاً دوت كوم أقوى. أكو فد نظرية يسمونها نظرية الثلاثة، يعني الدوت كوم دوت نت والدوت أورج، هاي الثلاثة من أحسن الملحقات الدومين أو دومين إكستنشنز. بس أقوى طبعاً أكو بحوث عن هذا من قبل باحثين عن الدومين استراتيجيز، استراتيجيات الدومين، بأنه دوت كوم دائما يجي، لأنه مثل ما قلنا هو أقدم الملحق دومين بالعالم. وجوجل طبعا لأنه هو أقدم، معظم المواقع الإلكترونية خلينا نقول لما بدوا اختاروا هاي الموقع، فجوجل أوتوماتيكيا يبحث عن المواقع اللي عدة الملحق دوت كوم، وبعد هذا دوت نت ودوت أورج. بس طبعا للتذكير دوت نت يعني نت يعني نتورك. بعض الأحيان إذا أنت مو ما عندك شركة تجارية، مثلا عندك شركة مؤسسة غير مربحة أو منظمة غير حكومية أو NGO، أو مثلا معظم المنظمات الغير حكومية عندهم دوت أورج، دوت أورجانيزيشن، أوكي، لأنه ترهم. أورج يعني أورجانيزيشن يعني منظمة. الدوت نت مثلا همنا مؤسسات أخرى، مثلا مؤسسات إعلامية، مؤسسات خبرية، اختارون دوت نت لأنه نتورك يعني الشبكة، أوكي. وعدهم الـ SEO مالتهم كلش زين. بس كعمل، لأنه أنت تسوي عمل تجاري عندك الاختيار، عندك الفرصة لاختيار الأحسن، ليش ما تختار دوت كوم؟ فأني أوصي وأنصح بالدوت كوم. طبعاً دوت نت وراه وبعدين دوت أورج، بس الأحسن هو الدوت دوت كوم. أكو برامج ما هو يعني أكو تفضيل ما بين برامج إدارة المحتوى. طبعاً هذا يعتمد على تجربة المصمم، مصمم أو ويب ديفلوبر، مصمم الصفحات. بعض الأحيان مثلاً أنا أسمع عن أصدقاء بأنه عفواً هذا الموضوع كان إدارة المحتوى. مثلاً بعض الأصدقاء إذا قصدهم استضافة المواقع، الشركات استضافة المواقع الإلكترونية، هاي غير شيء. طبعاً هاي أهم شيء صراحةً، لأنه هاي الأساس. الجودادي زين، وعندي صديق يقول لي مثلاً هو عنده تجربة زينة على فشركة اسمها Cloud Access، مرتاحين. لأنه مثلاً بعض الشركات هسه جودادي وCloud Access عندهم السبورت سيستم، يعني نظام الدعم العملاء والزبائن. مثلاً بعض الشركات الأخرى ممكن بلو هوست، طبعا ما اعرف، بس من الممكن تشتريه. بس تريد عندك سؤال فشي معقد يجيك، تريد تسال فشخص واحد ويقول لك احنا ما نجاوب لانه هذا مو ضمن باكيجنا، مو ضمن الباكيج مالتنا. ف طبعا اذا اكو اصدقاء خبراء في مساله الاي تي من الاحسن ان تستشيروا بيهم. بس أنا لما سمعت الكلاود أكسس وجودادي اثنيناتهم أقوياء وعدهم السيكوريتي كلش زين. طبعا تقدر همينة تبحث عن مسألة الأمان السيكوريتي بعض الأحيان بالعربي وبالإنجليزي، أكو مصادر هواية حتى تعرف، يعني تنطيك الفكرة عن يا أي شركة من شركات الويب سايت هوستينج او المواقع الالكترونيه استضافه للمواقع الالكترونيه هو منهم اكثر امانا. السؤال الاخر اللي شلون اجذبهم للموقع مالتي
مواقع الإلكترونية مع الشركات شركاتكم. طبعا هاي نقطة مهمة. طبعا مسألة استخدام منصات التواصل الاجتماعي طريقة ذكية جدا لجذب الجماهير. أكو مراحل هواية بداخل كل منصة. مثلا خل ناخذ فيسبوك الإعلانات سيستم النظام الإعلانات مالتهم قوية ومؤثرة جدا. مثلا أنت تقدر تنشر مجاني يسمونه أورغانيك، تنشر فد منشور إعلاني عن المنتوج أو الخدمة مالتك بشكل مجاني، بس هذا ما ينطيك الفرصة توصل إلى أكبر عدد من الجماهير. شو تسوي؟ أكو التعزيز البوستينج. بالبوستينج أسهل طريقة إعلان على الفيسبوك مثلاً، وتقدر تحط الويب سايت مالتك. مثلاً أني هسه أنطيك فد مثال على الفيسبوك مالتنا. مال الشركة. هاي IGPA تكامل. أوكي. أنا قمت ب ب ب ب تعزيز هاي البوست. هذا طبعا حطيته، هذا طبعا فد فيديو اللي إذا تذكرون مع اليوم الأول سيد يادغار يحكي من ليزو كالخطاب الافتتاحي، أي برنامج تطوير المهارات الريادية اللي إحنا نسويه. أنا سويت فد بوست. أوكي، شو سويت؟ سويت بوست وصرفت تقريبا، خلينا نشوف الـ النتائج. إذا تشوفون أنا انطيت $15 لمدة 15 يوم. هذه مسألة أخرى إن شاء الله يوم السبت نحكي عنها. بس شوفوا هنا أنا لما تشوف المنشور الإعلاني، أوكي، طبعا ما تطلع يمي، بس قمت بإضافة الويب سايت مالتنا هنا أنا همينة. لما تنقر عليه، أوكي، مكان آخر ينطيك الويب سايت مالتي. فبهاي الطريقة، بهاي الطريقة أنت تقدر تجذب الزبائن إلى الموقع مالتك. وهم أنا أكو حملات إعلانية على الفيسبوك، وبداخل هاي الحملات الإعلانية على الفيسبوك أكو طرق أخرى أكثر تحديداً. مثلاً أهداف محددة، مثلاً أنت تريد تقوم بإجراء فد إعلان على مود الوعي بالعلامة التجارية فقط، أو تريد تزيد من عدد اللايكات والتعليقات والمشاركات. بس تقدر تحدده. مثلاً تريد ترفع أو تزيد من عدد الزيارات للويب سايت مالتك، الترافيك، ويب سايت ترافيك، إحنا حركة المرور نسميها بالإنجليزي على الويب سايت، أو تنطي عروض، مثلاً عرض خاص، أو مثلاً إحدى المنشورات الإعلانية مالتك راح تكون عن عرض خاص أو خصم 20% 50% على منتوج أو خدمة لمدة أسبوع. وبهيجي حالة أنت تجذب الزبائن إلى الويب سايت مالتك وإلى متجر مالتك، وتقدرون تتصلون بي. مثلاً أني أعرف صاحبة شركة بسليمانية عندها أعتقد معمل صغير مع الإنتاج الخل، خل التفاح. فورا ما جربت البوستينج، عملية التعزيز على الفيسبوك مالتها، طبعاً ما عندها ويب سايت حتى الآن، بعدين خبرتني قالت ورا شهرين لاحظت بأنه مبيعاتي ارتفعت أكثر من 30% بس مجرد استخدام استراتيجية الاستهداف الجماهير على الإعلانات في الفيسبوك. يعني بهيجي حالة أنتوا تقدرون تجذبون الزبائن. ف
فتقريبا هاي كانت كل الأسئلة، أتمنى بأن جاوبت على معظمهم. فقبل ما ينتهي الوقت أريد بس أسلط الضوء على عنصر آخر مهم داخل تسويق الديجيتال الرقمي، هو استراتيجية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. طبعاً هاي المنصات قوية جداً، فده عالم خاص بنفس يعني بنفسها، فعندنا هواية من المنصات، بس من أختار داني مثلاً فيسبوك ولينكدين وإنستغرام ويوتيوب وتويتر، طبعاً أكو هواية، أكو سناب شات، أكو ما أدري بنستر وأماكن أخرى هم يعني. فليش من المهم نستخدم؟ تقريباً أني جاوبت هاي السؤال بشرحي لأحد الأسئلة، بس استخدام الفيسبوك مثلاً بالعراق مهم جداً، لأنه معظم المستخدمين بالعراق معظم الناس يستخدمون الفيسبوك. هاي أكو إحصائية، وبعدين إنستغرام، وما أدري بسناب شات وهذول الأشياء. بس العنصر الثاني المهم، إعلان الإعلانات رخيصة جدا على المنصات التواصل الاجتماعي، ولديهم أسهل وأسرع الطرق للوصول للجماهير المستهدفة، خاصة على الفيسبوك. طبعا هاي الموضوع احنا ان شاء الله نركز عليه يوم السبت، مسألة تصميم منشورات اعلانية ومسألة الاعلانات على فيسبوك. يعني اختاريت فيسبوك لانه منصة مهمة. اذا عندنا وقت، اعتقد باقينا 10 دقائق، مسألة ايجابيات وسلبيات منصات التواصل الاجتماعي، لأنه كل لما نقارنهم خاصة هاي الأربعة، الفيسبوك، اللينكدين، إنستغرام والتويتر، ما نحكي عن اليوتيوب اليوم لأنه هذا خاص بالفيديو، أكو إيجابيات وسلبيات ما بيناتهم. مثلا هنا فيسبوك طبعا عنده فد عنوان ما بين مختصي مجال الكوميونيكيشن، يسموه الشركه اللي او المنصه اللي مليارين مستخدم نشط شهريا، يعني الى مليارين مستخدم نشط كل شهر بالعالم، مو بس اعضاء، النشطين. الايجابيات طبعا اسعار معقوله للاعلانات، سهل التعلم والاستخدام، استهداف الجماهير دقيق جدا، راح نشرحها ان شاء الله، والى جمهور كبير، يعني بالعالم اعتقد اكثر من مليار، اكثر من مليارين متابعين، ممكن 3 مليارات هسه. تقدر تسوي اعاده استهداف الجماهير، هاي مساله همنا خاصه. بس من السلبيات انخفاض مدى الوصول الى الجماهير في حاله نشر مجاني. شنو قصدنا؟ مثلا اذا احنا ننشر كشركه على صفحتنا، صفحه الفيسبوك، اذا ننشر بشكل مجاني بس منشور اعلاني نسوي ابلود، ما نلقي يعني الوصول ماله للجماهير مو كبير، ما يوصل لاكبر عدد من الجماهير. طبعا هاي خطه شركه فيسبوك حتى يشجعك انت تدفع. والنقطه السلبيه الاخرى هي اجراء الاعلانات يستغرق وقتا طويلا، يعني انت تكون مشغول بتصميم اعلاني وبعدين تشوف النتائج، راح يطول. اي احد السلبيات. المنصة الثانية هي منصة الانستغرام. انستغرام طبعا جمهور منبهر، لانه معظم المستخدمين يركزون على الفوتوز، على الصور. أوكي؟ الإيجابيات منها تركيز على الجانب البصري، الصور، الاستهداف تفصيلي مثل الفيسبوك. طبعا الإنستغرام مربوط بالفيسبوك،
هذا طبعا التجارة، شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة يستفادون منه هواية، لأنه تأخذ صور المنتوجات بس مو بالضرورة الخدمية. طبعا إلى استفادة أخرى الارتباط بالناس، لأنه تشوف الصورة واضحة. من السلبيات إنستغرام، من سلبيات الإنستغرام الجمهور محدود، مو مثل فيسبوك. مثلا بالعراق تقريبا أكو إحصائية يقول لك 4% من العراقيين يستخدمون الانستغرام، بس ال 13 إلى 15 ممكن أكثر هسه بالمئة، ممكن 20% من العراقيين يستخدمون الفيسبوك. محدودية كتابة النص هي نقطة أخرى من السلبيات مع الانستغرام، ما ينطيك مجال تكتب هواية مثل الفيسبوك حتى تشرح المنشور الإعلاني مالتك. مثل الفيسبوك همنا النقطة الأخرى انخفاض مدى الوصول في حالة نشر مجاني، لما تنشر مجانيا ما يوصل لجماهير كبيرة. طبعا مثل الفيسبوك النقطة السلبية الأخرى هي إجراء إعلانات تستغرق وقتا طويلا على الإنستغرام. المنصة الرابعة هي لينكدين، يسمونها أكبر شبكة للمهنيين في العالم. هذا اختصاص العمل جوبز والبروفيشنال المهنيين بالعراق. ما أدري، ما عندي إحصائية لتحديد نسبة شيوعها، بس الإيجابيات، بس حتى يكون عندكم فكرة، إيجابيات اللينكدين جمهور ثمين واستهداف الجماهير تفصيلي. معظم الناس لما يفتحون حساب على لينكدين إلهم شغل أو يبحثون على شغل أو شركات ريكروتمنت، يعني شركات التوظيف. جودة الحصول عالية، الليدز، هذا كلمة اختصاصية، يعني الليدز يعني تسجيل الزبائن على المنصة. مثلا لما أني أنقر على منشور إعلاني يوديني إلى فد استمارة، أملي تفاصيلي الخاصة بي، الإيميل مالي، الرقم. طبعا شركات هواية تستفادون من تفاصيل هاي التفاصيل، لينكدين إلى هاي، والفيسبوك كمان إلى، بس على لينكدين أسهل. أشكال مختلفة من إجراء الإعلانات لديهم باللينكدين. من السلبيات موارد تعليمية محدودة، يعني ما عندك موارد هواية حتى تتعلم التفاصيل الإعلانية، شلون ندبر الإعلانات، شلون نقوم بإجراءها. ليست مثالية للتجارة الإلكترونية. والتويتر عند تايتل هم أنا ما بين الخبراء الكوميونيكيشن يقول لك دع جمهورك يعرف ما يحدث. هذا تقريبا منصة خبرية، مثل لما تكتب كخبر. من الإيجابيات جمهور كبير، استهداف الكلمات الرئيسية مثل ما قلنا، يعني تقدر تكتب هاشتاج، مثلا تكتب هاشتاج الراتب مثلا بالعراق، يوصل إلى ناس أكبر عدد من الناس بالعراق. أو تكتب هاشتاج حقوق الإنسان أو human rights. الوصول عالمي، عندهم الشبكة مالتهم قوية بالعالم. تقدر تسوي تغريدات مجدولة، يعني مثلا أني هسه أكتب فتويت بس أريد أنشره باكر، تقدر تحطه بالجدول مالك أوتوماتيكيا تنشره. بس من سلبيات، العالم متسارع، يعني لازم تكون موجود وحاضر معظم الأحيان حتى أنت تفاعل ويا الناس وتجاوب وتكتب كومنتات. ومجال كتابة الرسائل محدود جدا، أعتقد هسه 280 حرف وسبيس عندك مجال، مو مثل فيسبوك تكتب اللي تريده. لهذا السبب العراقيين يحبون الفيسبوك، لأنه يريدون الكتابة هواية، ويستغرق الكثير من الوقت. معظم المنصات تستغرق وقتا كبيرا، مثل ما نعرف، يعني دائما احنا على تليفوناتنا ونباوع، وخاصة اذا انت عندك العمل التجاري مالتك تريد تباوع على الاعلان، تريد تباوع على النتائج. فهاي تقريبا الموضوع
بشكل عام وموضوع المنصات التواصل الاجتماعي، إن شاء الله يوم السبت أني أركز على موضوع الإعلان، إعلانات على الفيسبوك كوسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة كلش بالعراق. وإن شاء الله استفادتوا من المحاضرة، وهسا إذا أكو أي أسئلة أخرى تفضلوا، وشكرا جزيلا. هنا أنا انتهيت من المحاضرة. شكرا جزيلا أستاذ آلان. صراحة أكو سؤالين إلك وسؤالين، نعم، راح تروح الأستاذ زيرك، فخلينا نبدي بالأسئلة اللي وياك، وحتى الأسئلة القانونية نسألها الأستاذ زيرك. صراحة بصورة عامة دي يسألون على أنه واحد من الأسئلة، أنا قبل 4 سنين كنت أستخدم صفحة وأسوق من خلالها، بعدها انتقلت لمنطقة غير ملائمة لنفس المنتج اللي كنت أستخدمه بهذاك المكان، شنو هل بالإمكان استغلال نفس الصفحة وتغيير المنتج وتطويرها؟ بالتأكيد يعني أنت إذا حتى مثلا تقعد بتركيا مثلا، المقر الرئيسي مال شركتك باسطنبول، تقدر تستهدف بس المعمل مالك بالموصل تقدر تستهدف الناس. هاي الشيء المهم بالفيسبوك والمنصات التواصل الاجتماعي، تقدر تستهدف الناس من اي جهه ومن اي مكان. مثلا انا عندي شركه طحيني، السوق مالتي العراق، وهم أنا أصدر لتركيا وخلنا نقول ألمانيا. أقدر أستهدف الزبائن داخل العراق، أختارهم، وهم أنا أختار الزبائن بتركيا وألمانيا، ما عندنا مشكلة. بس بهاي الحالة إذا عندك الكاستمرز، الزبائن اللي أنت تستهدفهم، إذا ما تصدر راح تخسر فلوس إذا أنت تستهدف الجماهير. مثلاً أني عندي ماركت صغير بأربيل، ليش أروح أستهدف محافظة بصرة؟ بس إذا أني معمل صبغ بالموصل وأصدر لي مثلاً نجف وكربلاء وأنبار وأربيل وسليمانية، أستهدف هاي المحافظات الخاصة، لأنه أعرف معظم مشترين المنتج مالي يجون من المحافظات، هاي المحافظات. لهاي السبب استراتيجية التسويق الإلكتروني مهمة، لازم تفكر. وعدا هذا أنا أعرف ناس يصرفون على الإعلانات مالتهم يخسرون فلوس هواية بدون نتائج. تمام. السؤال آخر سؤال هو التسويق الإلكتروني هل إلى مخاطر، وشون أحافظ على الاستدامة في التسويق الإلكتروني؟ يعني شنو قصد بالاستدامة؟ استدامة يعني انه خلينا نقول sustainability، انه نظل نستمر، يعني العمل يظل يستمر ويطلع لي فوق ما ينزل لي جوا. طبعا كل ويب سايت الكتروني ومنصة من منصات التواصل الاجتماعي يعني عليه تهديدات، بس تهديدات مال هاكرز ومال مثلا فيسبوك. بعض الاحيان اذا الاعلان مالتك، طبعا لازم تقرا السياسات والتعليمات مالتهم مال الاعلانات. بعض الاحيان اذا انت ما تلتزم بالتعليمات على الفيسبوك، مثلا تعليمات الاعلانيه، مساله العنصريه، مساله بعض مسائل حساسه اللي هم حطوها على الفيسبوك، اذا ما تلتزم راح تقومون بغلق ال وكانسليشن اوف يور اكاونت، يعني غلق الحساب مالتك، حساب الاعلاني مالتك على الفيسبوك. فهاي نقطه مهمه بالنسبه للتهديد على مساله الامان المواقع الالكترونيه. ما عدا هذا طبعا انت لازم تبحث عن المواقع الاستضافة المؤمنة مثل جودادي ومثلا something clouds، نسيت اسمه. مثلا هسه برنامج ويكس اللي شرحته، برنامج إدارة المحتوى والتصميم، عندك ينطيك الفرصة تستخدم الفيرجن المجاني. اوكي، انت تقدر تاسس ويب سايت مجانيا، بس يقول لك
ماكو سيكوريتي على هذا الفيرجن المجاني. ينطيك الفرصة مجانياً بس ما ينطيك الأمان، لازم تدفع. لما تدفع السيستم مالتهم أوتوماتيكياً يقوم بتأمين الويب سايت، لأنه إذا مو مأمن أكو تهديدات هواية، وممكن همنا أنت تكون سبب مثلاً فد مشكلة بإيميلات للزبائن والناس بشكل عام. تمام استاذ علان، بس اكو شغله حتى ان شاء الله يعني بالمحاضره الجايه تركز عليها، انه شلون الشباب يعرفون انه هذا الموقع موثوق ومو صفحه وهميه او خلينا نقول موقع وهمي وايضا ينصادون به. فاذا ممكن انه هذا الموضوع شويه تشرح عليه ببدايه الجلسه القادمه يوم السبت قبل لا ندخل بموضوع الفيسبوك، لانه أغلب المشاكل بالعراق بصورة عامة الناس كاف تتعامل إلكترونياً وتدفع فلوس إلكترونياً خوفاً من هذه المعاملات. أوكي. يعني أشكرك أستاذ آلان، عاشت إيدك. يعني صراحة محاضرة قيمة وإن شاء الله الشباب كلهم استفادوا. ما أعرف أستاذ زيرك موجود عندنا على مود عندنا أسئلة قانونية؟ نعم أستاذ محمد أنا موجود. الله يحفظك استاذ زيرك. دي يسالون شنو الفرق بين تسجيل الشركه واذا شركه تشتغل فقط اونلاين، لان بعض الشركات اللي هي اذا تشتغل فقط اونلاين وتبيع فقط اونلاين، فشنو مساله التسجيل؟ هل تحتاج تسجيل لو لا؟ هل اكو تشريع قانوني لها؟ شلون ممكن واحد يحمي المستهلك وبنفس الوقت ايضا يحمي صاحب الشركه؟ هاي اسئله جمعت لك اياها كلها في سؤال واحد. شكرا استاذ محمد، شكرا على هاي الاسئله. فحقيقه في العراق ما عندنا قانون مصدق يعني في العراق مختص بتسجيل التجاره الرقميه والالكترونيه حاليا، ولكن عندنا مشروع قانون. مشروع قانون هسه هو في مجلس النواب على هذا الموضوع، ولكن ما صار تصديق عليها حتى الآن. وأيضاً عندنا قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية الرقم 78، فهذا القانون تقريباً وفرت الإطار القانوني لاستعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات الإلكترونية. فإذا صار أي بيع أو شراء أو معاملة من خلال المواقع الإلكترونية فهذا يعتبر عقد قانوني 100% وعقد الصحيح حسب قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية الموجود هسه في العراق. ولكن إذا صار أي خلاف أو تضارب في هذا الحالة نقدر نرجع إلى قانون المدن العراقي رقم 40 لسنة 51، فهو يعتبر قانون الأم لجميع القوانين الموجودة في العراق. فهذا يعني فهو مو من الإجباري أن يسجل موقعك الإلكتروني في غرفة تجارية أو في أي مكان آخر، ولكن يجب أن يستعمل هذه المواقع الإلكترونية وفق نظام العام والآداب العامة الموجودة في العراق. وأيضاً أكو قوانين عقابية في أقليم وفي العراق، مثل القانون رقم 6 لسنة 2008، قانون منع استعمال أجهزة الاتصالات في العراق والأقليم كردستان. فهذا في حال استعمال هذا المواقع في شكل غير قانوني راح تكون يواجهون عقوبة قانونية، ولكن ليس إجباري في أي واحد من المواقع أن يسجل في غرفة تجارة أو أي مكان أخرى. تمام، شكرا جزيلا أستاذ زيرك، يعني معلومات قيمة. أستاذ ألام، بس أكو ملاحظة واحدة ممكن إذا أضيفها على المحاضرة الجاية، هي لغات البرمجة اللي تستخدم لتصميم المواقع من ضمنها الـ HTML أو غيرها، شنو الأفضل شنو الأحسن اللي ممكن واحد يستخدمه في يعني أنه create الصفحات الإلكترونية؟ تمام. لغات البرامج برمجة. والسؤال الآخر مسألة الموثوقية، مو؟ أي نعم، الموثوقية وأيضاً الاستدامة. بنفس الوقت الموثوقية شلون يوثقون بالمواقع اللي يتعاملون وياها؟ نعم، يعني هل موقع آمن أو موقع غير آمن؟
أنا أشكرك أستاذ آلان، أشكرك أستاذ زيرك، أشكر الشباب كلهم، صراحة كانت محاضرة جدا قيمة. ما أعرف الشباب إذا عندهم إضافة. محمد، بصراحة أنا دا أقرأ بعض الأسئلة، لكن كلها خلنا نقول إجابتها راح تكون يوم المحاضرة القادمة إن شاء الله يوم السبت. يعني الجميع يسأل كثير من الأسئلة، وأنا بصراحة ما أحب أطرحها حتى ما نسبق المحاضرة، وأستاذ آلان راح يشرحها أكيد ويوفر كل الأجوبة. بالتأكيد بالتأكيد إن شاء الله يوم السبت. تمام شباب، شكرا جزيلا لكم. اكتبوا لنا ملاحظاتكم على الشات بوكس، أي شون كانت المحاضرة ما اليوم، وشنو اللي تحبوه أيضا أنه ينضاف، وإن شاء الله نلتقيكم يوم السبت ساعة أيضا 5:30، حاولوا تكونون 5:30 6 إلا ربع، حتى إن شاء الله ساعة 6 نبدي مثل ما اليوم بدينا على الوقت. فإن شاء الله نشوفكم على ساعة 5:30 يوم السبت القادم. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا أستاذ آلان، شكرا جزيلا لك استاذ آلان استاذ محمد باقي الزملاء ايضا. اتوقع حاليا ماكو اسئله اضافيه، فقط الفيدباك حاليا، وفيدباك جدا مشجع حتى نكمل يوم السبت هذه المعلومات القيمه من استاذ آلان. نلتقيكم ان شاء الله يوم السبت، ومثل باقي الايام ايضا يا ريت الدخول قبل موعد المحاضره. شكرا لكم، باي باي.